السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحضيرات ما قبل لقاء مباشر مع الحدث الليبية، قناة الحدث الليبية والفضائية الليبية من قلب بني غازي النابض. دقائق وهنبدأ لايف. كابتن حازم الكديكي، شرف لي أن يستضيفني طبعا، وده شيء يعني يسعدني كثيرا. وحازم عاد كما عادت ليبيا، يعني خلينا أقول عاد الكديكي كما عادت ليبيا بإذن الله. اللي جاي لحازم الكديكي، الرجل الذي ظلم كثيرا، وكن واثق من حاجة، تليفون حازم اللي قعد سنين ما بيرنش علشان الناس اللي كانت ما بتعرفش الناس غير في المصالح سينفجر من كتر التليفونات خلال المرحلة القادمة. وتذكروا هذا الكلام، هذا الرجل حازم الكديكي صاحب القلب الطيب هنا في ليبيا يشال على الأعناق، وعائلة الكديكي وقبيلة الكديكي من القبائل الضاربة في أعماق التاريخ. بسم الله ما شاء الله، أخواته 10، أولاد أخواته يخشوا في حوالي 50، يعني كل واحد من أخواته مع 5، وبسم الله ما شاء الله القبيلة يعني قبيلته استقبلونا وقم يعني بأعداد كبيرة جدا. أنا سعيد جدا أن أنا مع حازم الكديكي، وسعيد جدا أن حازم بيأتي إلى بني غازي بعد طول غياب، وإن شاء الله بإذن الله اللقاء يعجبكم، هيبدأ بعد قليل إن شاء الله. كديكي يا نجم منور أستاذ عبد الناصر، وهذا هو شط بنغازي في جليانة. نرحب بالضيوف، بنغازي وليبيا تجمعنا، نجوم مصر وأيضا إعلامي الكبير عبد الناصر زيدان. في هذه الأثناء نحن في لقاء عبر قناة الحدث الليبية وقناة الفضائية الليبية. يعني الكديك قول كلمة بقى للناس. حبيبي تحياتي عبر صفحة عبد الناصر زيدان. الآن بجري لقاء مع حوار لقناتين في ليبيا، للحدث الليبية وأيضا قناة ليبيا أو الفضائية الليبية. كونوا معنا من هنا من بنغازي في مهرجان الرياضي. ليبيا تجمعنا، بنغازي تحتضن هذا المهرجان الرياضي لنجوم كرة القدم المصرية والليبية والتونسية. عبر صفحة عبد الناصر زيدان المميز، بطل السوشيال ميديا واليوتيوب، الإعلامي الكبير الذي له شعبية كبيرة كما لاحظنا في ليبيا، وكان استقبال رائع جدا. أبو محمد منور دائما، ربنا يخليك يا كابتن حازم. وإحنا هنبدأ دلوقتي على طول يا جماعة، وهنرفع اللقاء بعد قليل. نعم، تابعوا معنا اللقاء مباشرة الآن مع المخرج المصورين الزمال من قناة. سلم على الناس وانت يا معلم. لا مش كده. تمام. هيا جاهزين؟ جاهز احمد؟ جاهز. تستوت يا هلا يا هلا يا هلا. تمام، ستاند باي. كنا انا واسي منظر. انا ماشي. تسجيل اديها اديها للاخ فروج. سراج سراج، خد يا سراج صورك. قول قول ما يعرفش. قول سان باي. ران كاميرا ران كاميرا ران كاميرا. سان باي 3 2 1. كيو. اذا مشاهدينا الكرام، عشاق المستديرة، نتواصل في تغطيتنا واللقاءات مع النجوم اللي حلوا ضيوفا في بنغازي الغالية. في ليبيا تجمعنا في مهرجان الرياضي اللي يكون من خلاله مباراة استعراضية لنجوم كرة القدم الليبية القدامى ونجوم كرة القدم المصرية والتونسية. بنغازي ترحب بالجميع، بنغازي التي تحتضن الجميع، بنغازي نبض ليبيا. ليبيا تجمعنا هو الشعار الرياضي الذي اتخذناه من خلال هذه المباراة الاستعراضية. نجوم كثيرون تواجدوا هنا في بنغازي، والآن يكون معنا ضيف غالي علينا جميعا، المحبين وعشاق كرة القدم ومتابعين السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات اللي أو قنوات اليوتيوب يتميزون بهذه الشخصية ويعرفونها جيدا. وأنا شخصيا شاهدت فيه مجروحة، لأنه هو على صعيد الشخصي صديق وأخ وحبيب و واحد من محبيه ومن مشاهديه، اكيد تعرفونه جيدا. وهو بالطبع المميز دائما، الاعلامي الكبير، ملك السوشيال ميديا، ملك اليوتيوب، النجم والاسطوره اليوتيوبيه، الكابتن من خلال اليوتيوب طبعا، كابتن
الكابتن والاستاذ عبد الناصر زيدان اللي نرحب به في بنغازي في اول زياره لبنغازي. اول زياره لي ليبيا، وانا سعيد جدا ان انا اكون معاك ومع نجم كبير حازم الكليكي، نجم عربي يحلق منفردا باسلوبه، كان سفيرا وما زال وسيظل سفيرا راقيا للرياضه الليبيه ولكره القدم الليبيه بصفه خاصه وللتعليق العربي بصفه خاصه. صوت حازم الكليكي كان في فضاء العالم العربي وسماء العالم العربي بيبعث رسالة دائما أن ليبيا قادرة وأن ليبيا دائما وأبدا قادمة. النهاردة في بنغازي بشكرك على هذا اللقاء عبر قناة الحدث الليبية وعبر الفضائية الليبية، وعايز أوجه تحية لحضرتك أولا وكل فريق العمل المحترمين اللي خلف الكاميرات، وعايز أقول يعني النهاردة نجوح ليبيا من الزمن الجميل، 4-5 أجيال الواحد بيتفرج بيتعرف عليهم، نجوم تونس بقيادة أنيس بوجلبان، نجوم مصر بقيادة الكابتن شادي محمد ومعه عمرو زكي ووائل الأباني ومحمد فاروق ومحمد جودة وصديقنا المحترم الكابتن جمال حمزة. يعني هؤلاء النجوم الستة أنا سعيد جدا إن أنا أكون معاهم، وعايز أقول يوم الكرامة يعني حاجات كثيرة جدا. ليبيا تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تنظيم مثل هكذا مهرجانات. عايز أقول لكم على حاجة، صديقنا سراج اللي بيصور لكم اللقاء ده عبر صفحتي على فيسبوك من امبارح بيودينا مع حازم أماكن المطاعم حتى الفجر، الكافيهات حتى مطلع الصباح، ما صدقتش يعني حتى في أماكن بنغازي الجديدة رحنا لقينا الماركات العالمية كلها، يعني سواء ماركات ملابس ماركات أكل حاجات مهمة جدا. لا يا جماعة احنا في حتة تانية، في خلال شهور معدودات أن تعود بنغازي إلى سابق عصرها وتسبق الوقت بسنين، يعني أن القادم مهم. مهرجان النهاردة يا كابتن حازم أنا شايفه ليس مهرجان كروي، العالم كله سينظر إلى بنغازي وإلى ليبيا العظيمة أنها قادرة وأنها تحولت إلى ما هو لم يتوقعه أحد. انك تنظر ايفنت بالشكل ده وبالتكلفه دي وبالرقي ده وبالحضور الجماهيري ده من قلب ملعب الشهداء وبرعايه المشير خليفه حفتر، انت في حته تانيه خالص. اكيد نحن سعداء بوجودك، ربنا يخليك، وتميز كبير وحب الناس ليك، وايضا حتى نحن نصور في تصوير ايضا زميلنا شعبان بركه من شخصيات وسيرات طبعا من الشخصيات الناشطه من خلال السوشيال ميديا ومتابعينك، هذا شيء جميل جدا. نحن هنا في ليبيا هذه الحدث الرياضي وهذا المهرجان الرياضي لاول مره في ظل الظروف اللي عاشتها ليبيا بشكل خاص وبشكل عام وبنغازي بشكل خاص، الان تحتضن وتحاول ان تلقي الصوره الحقيقيه، لان بنغازي او ليبيا بشكل عام تحارب احيانا من خلال منصات التواصل الاجتماعي من بعض الجهات بانها غير امنه وغير ثابته، لكن ما شاهدناه انا شخصيا قبل 20 سنه على مسقط راسي، لكن وجدتها فيها الامان وفيها الحياه. انت طبعا في اول زياره لليبيا لبنغازي على وجه التحديد راينا هذا الامر حتى في ظل يعني شايف احنا بنصور على البحر، برغم ان العالم ياخذ الاجراءات والاعلاف الاجراءات الاحترازيه كورونا، لكن حتى الان قلنا عدد سكان حاليا في ليبيا، لكن الاجراءات الاحترازيه موجوده، مع ذلك تدور حياه طبيعيه والمقاهي المطاعم مفتوحه والمولات يعني. احنا جايين في طياره خاصه، فالمضيفة اعتقد كانت روسية وطاقم العمل روسي، فبيتكلم واحنا بنلبس الكمامة، عارف أول حاجة قالوا إيه؟ قالوا الأمور الطبية هنا على أعلى مستوى ونسب الكورونا تكاد تكون معدومة، اطمئن. ده أول حاجة، يعني أنت يعني كما حاربت الإرهاب ودمرته أنت كمان بتحارب كورونا بشكل راقي جدا، دي حاجة. الحاجة الثانية، في كل مكان شفته ده حتى بقايا الرصاص على بعض البيوت تشهد على عظمة الجيش الوطني الليبي. علشان كده أول كلمة قلتها أول ما نزلت وجهت تحية للسيد المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ولكل قيادة الجيش العربي وللسيد المحترم اللواء خالد محمود الرجل الراقي الكريم مدير الشؤون المعنوية، هو شاعر وفنان ورجل يعني بخلاف الرجل العسكري ومفكر طبعا، مدير الشؤون المعنوية شوف ثبت لدى الخبراء القوى الناعمه التي تسبق الظروف بمراحل،
بص الراجل ترى كده بهذا الكم من النجوم هو مهرجان القوى الناعمه على ارض بني غزه. سبق في 2017 ان نظمت بني غزه تحت الحرب وتحت القصف مؤتمرا ثقافيا برعايه الاهرام وزميلنا الاستاذ احمد عامر، وكان ثقافي فني سياسي وكان له صدى واسع. اعتقد وتذكر كلامي اليوم، نحن حمزه اني عايز اقول للسيد المشير خليفه حفتر كلمه مهمه جدا. ما اراه وما صنعته شيء يعني لم اكن اتوقعه، واقسم بالله في مهرجان الكرامه التي شهدتها بني غازي كان الشعب المصري يبكي لبكاء الليبيين ويفرح لفرح الليبيين. كنا نتابع لحظه بلحظه زي ما قالوا الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، كلمة مهمة جدا، اختار الله بني غازي لتكون مكان للتطهير والقضاء على الإرهابيين. بهذا الجيش الوطني العظيم وقيادته بقيادة المشير خليفة حفتر وبمساندة الشعب المصري العظيم وجيشه وقواتنا المسلحة الرشيدة وبدعم لا محدود من السيد الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، هذه الملحمة اختار الله لها بني غازي. وعايز أقول إن لم تكن على أرض بني غازي فكانت ستكون لدينا في مصر، فعشان كده بقول المصير واحد. وكنا نعي جيدا أننا لابد أن نقضي على الإرهاب في المنطقة الشرقية من هنا، والبعد بيوتنا في بني غازي كما بيوت الليبيين عندنا في مطروح وفي اسكندرية وفي كل مكان. إحنا أخوان الليبيين وشرف لينا. حازم زوجته مصرية، كابتن حازم الكديكي زوجته مصرية، إحنا أخوان عياله. هنا ما فيش حد بيقول لك غير يا خالي. فهذه هذه الجماليات بقول للسيد المشير خليفه حفتر، كانت قلوبنا تنهض مع قلبك ومع الجيش العربي الليبي، وباذن الله تعالى كما قدت مرحله التطهير والقضاء على الارهاب تقود مرحله البناء والتنميه بشكل يفوق الوصف. وانا عارف النهارده في مفاجات كثيره بتعدك. لا اكيد مفاجات، وخاصه المراسل العربيه ستكون في الجمهور مفاجآت من خلال الجوائز قيمة لا عد لها ستكون حاضرة. حضوركم مهم جدا لنعيش هذه الفرحة بوجود ضيوفنا وهم في بلدهم الحقيقة الثاني ليبيا وفي بنغازي التي تحتضن هذا الحدث وليبيا تجمعنا. أكيد وجود إعلامي مميز وله اسمه له بريقه بحبه في الوطن العربي، له متابعين يعني مشاهداته تصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر القنوات المنصات التواصل الاجتماعي اليوتيوب والتويتر أو الفيسبوك، فهو بالطبع شخصية نمبر 1 في هذا الأمر على وجه التحديد. نقول له قبل أن نختم معكم هذا الجزء من اللقاء وعندنا لقاء آخر، كلمة أخيرة للإعلامي الكبير عبد الناصر زيدان. تحية، أنا مبسوط جدا، وتحية لكل إخواننا النبيين على حسن الاستقبال والوفادة والترحيب وكرم الضيافة، وبإذن الله تعالى نكون في بني غازي مرات كثيرة جدا، ولن تكون هذه المرة هي نهاية عهدنا في بني غازي. ومع كل انتصار سنكون وفي كل موعد نحن يعني مع هذا البحر الجميل. على فكرة يا جماعة، بني غازي وكأنك في الإسكندرية من حيث الجمال، من حيث الرقي، بحر الابيض المتوسط، طول الساحل من تونس غربا لمصر شرقا. فان شاء الله باذن الله نلتقي في مواقف كثيره جدا. ومليون تحيه وتعظيم سلام لكل الليبيين، وباذن الله منتصرين ان شاء الله. منتصرين على ختام الاستاذ عبد الناصر زيدان ابو محمد مميز دائما. ان شاء الله تكرر الزيارات، وانا متوقع عبد الناصر زيدان سنراه في ليبيا كثير، رأيت حب الناس ليه وأيضا استقبال له بشكل كبير، فهو شخصية مميزة محبا لوطنه وللأمة العربية، فهذه الشخصية الإعلامية لها حب في قلوبنا، وأنا شخصيا أعشقه بشكل كبير. عبر قناة الحدث الليبية وأيضا قناة الفضائية الليبية نحييكم، ابقوا معنا، مفاجآت قادمة، لقاءات، اضافات النجوم عبر هاتين القناتين. نتواصل بحب ليبيا، حبوها حتبنوها. إلى اللقاء. ده كان اللقاء يا شباب، ده كان اللقاء مع صديقنا الكابتن حازم الكديكي. فقبل ما ننهي كده بحييكم وبحيي الإخوة هنا الشمس، بس بحييكم وبحيي كل الإخوة، والتقيكم إن شاء الله بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلم حازم قول سلام حبيبي عليك. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا، تحية مصر وليبيا، تحية من القلب. اقفل بقى.